السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع بكل خير. اذكروا الله لا إله إلا الله وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير ما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي. في واحد يرسل لي اسمه الشربيني يقول لي عدت أذكر الله في أول القصة، عطني إياها في آخر القصة لا تزعجني. شوف كيف يوجه الشيطان أعوذ بالله. وأفضل ما يجي عندي في الكومنت الصلاة على النبي وذكر الله. الحقيقة البارح في قصة ذكرني يا رجال، البارح مشتري لها ذات ذكرني بأشياء كانت أولا موجودة والآن تغير الوضع. والله ماني مصدق إلا حتى الآن إني ماني مستوعب اللي يحصل الآن من اللي يحصل أول. الرجال هذا جاني البارح تعشى عندي وسمر عندي، ولا جواله ما وقف، يدقون عليه ناس يقول ما نبايع. كل ما دق عليه واحد قال ما نبايع وسكر. ايش اللي ما انتبه؟ وش قال؟ انا امس اللي هو يوم الجمعة اللي فات يقول جيت في الحراج، حراج الاثاث المستعمل، يقول جيت في الحراج، يقول له هنا دلنا توها واحد شاب يمشي على رجله ممكن سيارته برا يبغى يدخلها الحراج، وش عندك يا ولد؟ قال عندي والله اثاث. يقول شمتها منه، المهم اني اعطيته 7000. راح لأهل الحراج راحوا بيقلبونها، بيطلعون فوق ويقلبون الدنيا دي ويشوفونها، قال لا أحد يخرب الأثاث، قال له اللي يبغى يشتريها شيء له. لا يقول عودت اشتريتها أنا، كلما شريتها أعطيته 7000، حولت له بالمباشر قال ترى مكلفتني 70000 هذا اللي بيضار الدنيا فوق 70000. يقول لما رحت ونزلتها يقول وجدت فرن 3000 أبو 3000، ثلاجة ب4500، وغسالة ملابس بحدود 3000، وغسالة مواعين كذلك، وحوالي 6 أو 7 كراتين كبار كلها ملصقة، كلها أدوات مطبخ وفرامات وأشياء لا تعد ولا تحصى، وطقمين كنب، غرفة نوم، وتلفزيونات 2، ومكتبات، وأشياء يقول كثيرة، وجوالة من نوع الفاخر يقول حوالي 4 جوالات، وأشياء يقول حتى المكنسة موجودة وكل شيء. يقول مكلفتني 70000 من الغرفة، مشتريها ب18000 غرفة أمريكية. يقول ودخلتها مستعد عندي وبدي أرتاح شوي لحد ما أفكر فيها كويس، يقول لعلي عين فيها مكسب. قلت الله يرزق. تذكرت قصة حصلت وأنا في 1406، جاني رجال في العمل، رجالنا عارفه عن طريق جار له من عربانا من قبايلنا. الرجال هذا طلعت له وهو جاي عندي في المعسكر، قال أباك تجيني عندي عشاء الليل بكرة اللي هو يوم السبت، يوم الأربعاء، وأباك تستأذن خميس وجمعة، وأباك تفزع لنا تودي لنا عفش معنا بنوديها العرار. قلت حاضر. جيناها ولهم مسوين عشاء لأخوه ولأمه، أمه مع أخوه وعيال أخوه زوجته وعياله، وأخوه ناقل في الدفاع المدني، ناقل من تبوك إلى عرار، رجال جندي. قلت حاضر. تعشينا متعشينا، قال ها تعالنا في الصباح، أنا عندي جيمس حوض، تعالنا في الصباح. معلش، تعالنا في الصباح، لقي الصباح تعالنا. المهم جيتهم، يوم جيتهم افطرنا، حملنا العفش كله في الجمش وفي الدوتشن، حمل معه في الدوتشن دولابين مطبخ والبطاطين والامور هذه، بطاطين وملابس. المهم يا طوال العمر اني مشيت، كلنا توعدنا انا وياه، وبعدين بعلمكم ايش الفرق. توعدنا انا وياه في قهوة في عرعر، ولما تدخل عرعر قهوة في اسفل التبت اللي في ظهرها الامارة، ما غير هي قهوة واحدة. المهم اني وصلت قبل العصر واستنيته، ويوم استنيته هو جاي، ولا فيه الرجال شايب وولده معهم شاص قديم في ظهر خروف، ويطالعون في السيارة ويطالعون في العفش، يبيقون على العفش ويعودون. انا تقهوى لي شاي من القهوة. اذن المذن وخرجنا، له جاي الرجال، اثر هذا اللي يويق على العفش اثره ابوه،
أبوه وأخوه من عمته، الشايب بدوي عنده حرمته ثانية، وهذا الشباب الكبار أمهم معهم، والعجوز قايتم مع الرجال هذا، والرجال هذا عنده حرمة وعنده بنت وثلاثة أولاد، وعنده دتشن 81 غمارتي. المهم تقدمنا شوي، ويوم تقدمنا فجينا عند رأي مكتب، صرنا رأي مكتب قدامها برحة. المهم قلنا نبغى لنا شق، قال في شقة في العمر هذا اللي بجنبي ب 300 ريال، غرفة نوم ومجلس حريم وصالة تقليد طعام ومجلس ودورتين مياه ومطبخ. انت بالكلام 300 ريال أجار شهر، أجار الشهري 300 ريال. المهم اتصل راعي المكتب هذا بمصريين عندهم تلفون في البيت، وقال تعالوا فيه عفش نبغاكم تنزلونه، نبغاكم تركبون مكيفات. انا محمل على سيارتي 3 مكيفات وغرفة نوم وفرن وثلاجة واسطوانات ومجا واربع جوالة، اربع جوالة و طقمين مجالس مراكي ومراكي ومتاكي، 3 مراكي كل جلسة، و12 مخدة، وجميع الأغراض معي. ما عنده هو إلا دولابين مطبخ تمشي على كفرات، طول الواحد 1.5 متر، بس 2 لزيناها في الصندوق وحطينا العفش معه. هذا الأثاث كله نزلناه، حنا كنا في صيف، الصلاح الساعة 4 وصلاة المغرب الساعة 7:15، بعد 7:15. المهم نزلنا العفش ونزلوا هالمصاري ونزلنا معهم ورتبوا كلش، والشايب ودى ذبيحته هذه وعي علي قال لازم تتعشى معنا، ودى الذبيحة للمطبخ يطبخونها. وانا يوم جا الساعة 5:30 الا واحنا خالصين، قد فرشنا الفرش وقد ركبوا المكيفات المصاري وركبوا غرفة النوم والدروج حقت المطبخ هذه دفوها ودخلوها بالمطبخ وطهروا واتركوا الحريم يشوفون شغلهم في بيتهم يرتبونه. المهم انا عودت مشيت ناحيه، طلعت من عرعر كذا ابغى اتمشى، مسكت ذا خط ما ادري وين هو رايح، عثرني على خط الجديده هذاك اللي يروح على المنفذ العراقي، ومشيت مشيت يمكن حوالي والله يمكن 30 ولا اكثر من 30 كيلو اتفرج في الارض واشوف وبتعرف على الارض. الا والله التفتيش قدامي تشوفون مدى الأمن ذاك الحين ولحد الآن، وحنا في أمن وفي خير. المهم اللي قدامي جيب شرطة وجيب إمارة وسلاح الحدود وقفوني، وين رايح يا رايح الجمس؟ قلت والله أتمشى. قالوا تمشى على الحدود ومثر جمس وعبارتين بعد، عطنا بطاقتك. ذيك الأيام ما في بطاقات في تابعية، أعطيتهم البطاقة العسكرية. قالوا عسكري بعد وش جابك؟ قلت والله أنا مودي اللي أفشل رجال صديق اللي مودي عفشه ومنزلنا في بيته عشان عنده الليلة إن شاء الله، وهو يطلع العسكري حق الشرطة على الجهاز وهو يطلب من العمليات خويهم اللي دوريت داخل عرار هو يكلمه. قال شفت في جمش جاكم اليوم عليه عفش ولا شيء؟ قال لي والله شفته عند القهوة، جمش أحمر عليه شد واقف عند القهوة، وبس ما أدري والله وين رأيه هو فيه ولا عوش عليه من عفش. قال عليه كذا كذا، عود طالع لي وضحك قال هيا ارجع ارجع، لا عاد تقدم، ما قدامك الا الحد العراقي ولا عاد تجي هنا المنطقة هذه منطقة تهريب. رجعنا وتعشينا في نفس البيت، قد فرشوه وقد زينوا القهوة وقد رتبوا كل حاجة. هالحين الواحد يبغى ينقل من بيت والله يا خسارته ما تقل عن 50,000، اذا بينطق ينقل مثلا من الرياض لجدة ولا من جدة ولا من اي مكان الى مكان ثاني، كل حاجة تخرب ومعه ملعفوش، ولو ما عنده إلا بزر ولا بزرين. طيب فيش حال الأبو 10 بزران وأبو 12 بزر وأبو 8 بزران؟ إيش وضعهم؟ إيش الكماليات هذه اللي ابتلانا الله بها حنا في وجه الله؟ والله 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 يا خساراتنا يا الخسارة اللي يخسرها البشر هذول، يا 80% إنها كماليات، كماليات ما لها لزوم، وجودها وعدمها زي بعضها، بس اللهم تكحل عينك فيها وتخسر اللي في جيبك. هذا، والسلام عليكم، ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا.